بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من محاضرات دي ام بي زي ما بيقولوا كورس. المحاضره الحين برحب بوايا زكريا. الحمد لله بخير. عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام. ان شاء الله معادنا النهارده مع اخر عمليه في الكوست وهي الكنترول كوست. ازاي بقدر اعمل كنترول على الكوست؟ طيب ذا كي بينيفيت اوف ذيس بروسيس از ذات ذا كوست بيز لاين از مينتيند ثرو اوت ذا بروجكت. الهدف الاساسي من عمليه الكنترول كوست ان انا احافظ على الكوست بيز لاين على مدار المشروع، ما فيش عنه حيود. جابت. The percentage range of acceptable variance will tend to decrease as project progress. يعني كل ما المشروع يقرب يخلص أي variance أي نسبة في التغيير بتبقى أقل شوية، لأن الأكتيفيتي اللي فضلة بدأت قليلة، وبالتالي الفوكس بتاعي أو تنبؤي للأكتيفيتي دي والكوست اللي هستهلكه بقى أوقع. تمام؟ تمام. بعض التيبس كده الخاصة بالكنترول كوست. Influencing factors that create changes to the authorized cost baseline. ان عملية الكنترول كوست دي بتأثر على عوامل اللي ممكن تغير لي الكوست بزلاين. زي مثلا وانا بعمل عملية كنترول لقيت ان في مصاريف زيادة في بعض الاكتيفيتي. فده يحتاج change request عشان يغير الكوست بزلاين. وهاخد فيه preventive او corrective action. تمام. Ensuring that all change requests are acted on in a timely manner. بتأكد ان اي change request تم رصده هيتم تنفيذه في الوقت المظبوط بتاعه المحدد لي. Managing the actual changes when and as they occur. بتأكد ان كل ال changes بتنفذ بشكل مظبوط. Ensuring that cost expenditure don't exceed the authorized funding by period by WBS component by activity and in total for the project. بتأكد ان المصروفات اللي على العملية بتتم بشكل مظبوط، ما بتعديش الليمت المحدد ليها. سواء كان الاكتيفيتي او ال WBS كورك باكج كاملة او للمشروع ككل. Monitoring cost performance to isolate and understand variance from the approved cost baseline. بتابع البرفورمانس بالكوست على مدار المشروع عشان اشوف اي فارينس عن البيز لاين. تمام. Monitoring work performance against fund expense. بتابع الورك بيرفورمانس بمقابل المصاريف اللي بصرفها. يعني ما ينفعش اصرف ريسورسز ل 10 اكتيفيتي وانا اوريدي محقق 3 بس. تمام. Preventing unapproved change from begin include in the reported cost or resources usage. بمنع اي مصاريف مش متعرف عليها او مش موجودة في البيز لاين انها تسر. Informing appropriate stakeholder of all approved changes and associated cost. من مهام الموتور كنترول ان انا بعلم الستيكولدر المنوط بالتغيير او بتنفيذ الشينجز لو تم عليها موافقة. Bringing expected cost overrun within acceptable limit. ببدأ من خلال عملية الكنترول كوست ان انا اخلي مصاريف المتوقعة موجودة في الليميت بتاعي. الانبوس تو التكنيكس في الاوتبوت. الانبوس اللي عندي البروجكت مانجمنت بلان، البروجكت دوكيومنتس، البروجكت فاندنج ريكويرمنتس، الورك برفورمانس داتا، البروجكت بروسيس اسيت. التول والتكنيكس اكسبيرت جادجمنت، داتا اناليسيس، تو كومبليت برفورمانس اندكس، والبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. الاوتبوتس اللي عندي ورك بيرفورمانس انفورميشن، الكوست فوركاستس، تشينج ريكويست، بروجكت مانجمنت بلان ابديتس، وبروجكت دوكيومنت ابديتس. ثاني نخش على الانبوتس، البروجكت مانجمنت بلان هاخد منها الكوست مانجمنت بلان. الكوست مانجمنت بلان بيوصف لي ازاي هقدر اعمل كنترول على الكوست على مدار المشروع. Describe how the project cost will be managed and controlled. الكوست بيز لاين. The cost baseline is compared with actual result to determine if a change, corrective action or preventive action is necessary. طبعا cost baseline هو الأساس اللي أنا بقيس عليه إيه؟ The performance بتاع المشروع. فهو أساسي معايا في الكنترول كوست عشان لو حصل حيود أقدر أشوف أعمل corrective action أو preventive action لو اضطريت لده. The performance measurement baseline. When using earned value analysis, the performance measurement baseline is compared to actual result.
to determine if a change corrective action or preventive action is necessary. نفس الكلام انا بقيس البرفورمانس تماما للمشروع كله الاكشوال طبقا للبرفورمانس بيز لاين تمام واشوف لو نسبه الحيود في الاكسبتبل ليفل ولا عدت الاكسبتبل ليفل لو عدت بضطر اخد كوريكتيف او بريفنتيف اكشن حسب الحاله تمام البروجكت دوكيمنت بستخدم البروجكت دوكيمنت زي الليسون ليرند تمام باخد كل الليسون ليرند في العمليات السابقه واطبقها في عمليه تحسين اداء العمليه البروجكت فاندنج ريكويرمنت ده كان خارج العمليه اللي فاتت اللي هو الابروف فاندنج سكيدول اللي هو السبونسر بتاعي هيقدر يوفر لي مبالغ مالية في أوقات معينة تمام؟ تمام لما أجي عن كنترول كوست لازم أخذ نوعية في الاعتبار لأن ده الأساس بتاع الفاندنج اللي أنا همشي عليه أصلا لأن هو الأبروف The project funding requirements include project expenditure plus anticipated liabilities الورك برفورمانس داتا محتاج كل الداتا الخاصة بالبرفورمانس بتاع المشروع لما يعمل كنترول الكوست اكيد انا بعمل كنترول محتاج الداتا اللي في ارض الواقع اللي هي المصاريف الفعلية اللي انا بصرفها على الريسورسز في الوقت الحالي والاكتيفيتي في الوقت الحالي مش بروسيس اسيز محتاج كل البوليسي والبروسيدور الفورمات للريبورتس اللي انا هرفعها نتيجة الكنترول الكوست وهكذا التوب التكنيكس اكسبيرت جادجمنت اكيد عامل خبره هيفرق معايا في عمليه الكنترول كوست عشان يقدر يحسب بشكل افضل الفاريانس ما بين الاكشوال والبلاند تمام وايه العوامل اللي تاثر لي ولو عايز اعمل فوركاست يبقى بشكل افضل يقدر يعمل لي فوركاست لو انا فضلت ماشي بنفس الاسلوب بنفس البرفورمانس دوت هوصل فعلا بالتكلفه بتاعتي المظبوطه ولا هزود هزود عنها او هقدر اوفر تمام الداتا اناليسز عندي اربع طول تكنيكس بستخدمهم اللي هي الفاليو والفاريانس اناليسز والترند اناليسز والريزلت اناليسز سريعا كنا نخش عليهم الان اناليسز او الان فاليو اناليسز الان فاليو اناليسز كومبيرز ذا بيرفورمانس ميجرمنت بيز لاين تو ذا اكشوال سكادول اند كوست بيرفورمانس بقيس ما بين الاكشوال والبلاند في عندي مصطلح اسمه فاريانس ات كومبليشن الفاريانس ات كومبليشن ده اللي هو مقدار الحيود في نهاية المشروع هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن البادجت at completion البادجت اللي أصدر رصده للمشروع ناقص estimate at completion واطرح اللي أنا من بعض هطرح كنتين من بعض okay. والفرق بينه هو ده various at completion ده الحيود اللي حصل في نهاية المشروع الearned value في عندي ثلاث قيم مهمين قوي لازم احفظهم البلاند فاليو والارنت فاليو والاكشوال كوست ببساطه كده البلاند فاليو ايه المتوقع واللي انا مخطط له ان اكسبه الارنت فاليو ايه اللي كسبته بالفعل الاكشوال كوست ايه اللي صرفته بالفعل التكلفه الفعليه اللي انا صرفتها ايه يبقى انا جبت خامات ب 5000 جنيه وعملت اعمال ب 6000 جنيه ال 6000 جنيه دي هي الارنت فاليو تمام والاكشوال كوست هو ال 5000 جنيه دفعته يبقى البلاند فاليو بلاند فاليو اكسبريس ذا كوست فور وات شود تو بي دان اوفر ذا سكادول ابون اوثورايزد بادجت بلان يبقى انا بحط ايه المتوقع اكسبه طبقا للخطه الارنت فاليو الارنت فاليو اكسبريس ذا كوست فور وات اكشوالي دان ابون اوثورايزد بادجت بلان ايه اللي انا فعلا بالفعل الاكتيفيتي اللي انا خلصتها فاستحقت عليها الارنت فاليو الاكشوال كوست الاكشوال كوست اكسبريس ذا كوست فور وات اكشوالي دان ابون ذا اكشوالي ايت كوست ايه المصاريف اللي انا فعلا كلفتها عشان اقدر اخد الارنت فاليو دي ذا اكشوال كوست ويل هاف نو ابر ليميت وات ايفر از سبنت اتشيف ذا ارنت فاليو ويل بي ميجر ملوش اي حد علوي انا بشوف ايه اللي صرف لحد ما جبت الارنت فاليو دي الفاريس اناليسيس عباره عن عاملين السكادول والكوست تمام تمام وطريقتين
يا فاريانس يا اندكس. ده يديني الاربع مربعات اللي قدامي دول. يبقى عندي سكادول فاريانس كوست فاريانس وعندي سكادول بيرفورمانس اندكس وكوست بيرفورمانس اندكس. سكادول فاريانس وسكادول بيرفورمانس اندكس بيؤشروا على نفس الاداء ولكن بشكلين مختلفين. الفاريانس بيديني قيمه رقم تمام. الاندكس بيديني نسبه مئويه. نفس الكلام للكوست. الكوست فاريانس بيديني رقم والكوست بيرفورمانس بيديني نسبه مئويه. نشرحهم سريعا كده. السكادول فاريانس عباره عن ايه؟ الايرنت فاليو اللي انا اوريدي اكتسبته وكسبته ناقص البلان اللي كان متوقع اكسبه. يعني انا عملت اكتيفيتي ب 5000 جنيه وكان متخطط النهارده ان انا اخلص اكتيفيتي ب 3000 جنيه. يبقى السكادول فاريانس بتاعي عباره عن ايه؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه تمام؟ تمام. ده السكادول فاريانس الفرق ما بين البلان والايرن تمام؟ تمام. يبقى السكادول فاريانس بيساوي الان فاليو ناقص البلاند فاليو. طيب لو الفاريانس ده اقل من الصفر يبقى انا بهايند سكادول، يبقى انا متاخر على السكادول لو قيمه سالبه تمام. لو بيساوي صفر يبقى انا اون سكادول، انا مش مظبوط. طيب لو اكبر يبقى انا اهيد سكادول، يبقى انا مثابر. زي ما انا كده بقول ايه، خلصت اعمال ب 5000 جنيه وانا المفترض اخلص اعمال ب 3000 جنيه بس، يبقى انا مخلص اعمال زياده شويه. تمام. تمام. يبقى انا اهيد السكادول. طيب لو انا كان عندي بلان 5000 جنيه وانا خلصت اعمال بثلاثه بس، يبقى انا ايه؟ ماينس 2000. يبقى انا بيهايند سكادول، انا متاخر عن السكادول. ناخد البرفورمانس اندكس الخاص بالسكادول برضه. تمام. هو هو بس بدل ما ناقص هيبقى اسمه، بدل ما انا اخد قيمه فاريانس نسبه مئويه عشان يديني اندكس ان انا فعلا متقدم ولا متاخر. طيب الاس بي اي او السكادول بيرفورمانس اندكس بيساوي نفس الكلام ان فاليو على البلاند فاليو. ايه اللي انا كسبته على البلاند فاليو المفروض كنت اكسبه. تمام. تمام. طيب لو ده اكبر من واحد يبقى انا ايه؟ اهيد سكادول، يبقى انا خلصت اكتر من المفروض اخلصه. تمام. تمام. طيب لو بيساوي واحد يبقى انا اون سكادول. اون سكادول. طب لو اقل من واحد يبقى بيهايند سكادول، يبقى انا متاخر، يبقى المفروض انا اخلص اعمال اكتر شويه وانا مش خلصت كلها. تمام. تمام. كده في مشكله؟ لا خالص. سكادول فاريانس او البرفورمانس اندكس؟ لا خالص. طيب نيجي بقى على الكوست، نفس الكلام بالظبط بس هنختلف في حاجه بسيطه خالص، ان انا هعمل مقارنه ما بين الايرنت فاليو ودي ثابته هي دايما في الاول او في البسط ناقص الاكشوال كوست. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بعمل اعمال ب 5000 جنيه بس عشان اخلص الاعمال دي اللي انا خدتها بمستخلص سبونسر بتاعي، خدت الشيء ب 5000 جنيه جبت خامات ب 3000 جنيه، يبقى ده اسمه ايه؟ الاكشوال كوست. تمام؟ تمام. يبقى انا كده الايرنت فاليو في الوقت دوت 80 التحليل بتاعها يديني كوست فاريانس كام؟ 2000 جنيه ماكسيم. صح كده؟ تمام. يبقى دفعت 3 واخدت اعمال ب 5. يبقى الايرنت فاليو هي الاعمال اللي انا اخدتها والاكشوال كوست اللي انا دفعته بالفعل. تمام؟ تمام. الفرق بينهم هو ده الكوست فاريانس، المكسب اللي انا كسبته. طيب لو ده بالموجب يبقى انا كسبان ولا خسران؟ كسبان. الكسبان ده اسمه ايه؟ اندر بادجت. تمام؟ تمام. تحت المصاريف، تحت البادجت بتاعي. في الميزانيه بتاعتي ما عدتهاش. ما عدتهاش. طب لو بيساوي صفر؟ يبقى اون بادجت. يبقى اون بادجت، يبقى انا عامل ايه؟ متصالح كده مع نفسي، لا بكسب ولا بخسر، اللي بجيبه بصرف. طيب لو اللي انا دفعته اكتر من اللي انا كسبت، من اللي انا اخدته. فالنتيجه عندي بالسالب. يبقى اوفر بادجت. يبقى انا كده بدفع بالزياده كده طبعا اخسر. تمام؟ تمام. المشروع بتاعي بيخسر. تمام. نفس الكلام هنروح على الاندكس اللي هو نسبة مئوية بنفس الترتيب، الكوست فاريانس بدل علامة السالب هتبقى اسم الايرنت فاليو على الاكشوال كوست، هقسم اللي انا كسبته على الكوست الحقيقي اللي انا صرفته. تمام؟ تمام. طب لا اكبر من واحد يبقى انا كسبت كتير، يبقى اندر بادجت. لو بيساوي واحد يبقى اون بادجت، يبقى انا دوبت ايه؟ مش تمام. لو
اكبر من لو اصغر من واحد يبقى اوفر بادجت، يبقى انا كده بخسر، يبقى انا كده بخسر. تمام كده الفانس انا في مستوى دلوقتي؟ لا خالص. طيب دي تجميع كده الان فاليو هو الاساس عندي ما بين البلاند فاليو والاكشوال كوست. لو انا عايز اجيب حاجه خاصه بالسكادول بستخدم البلاند فاليو، لو انا بجيب حاجه خاصه بالكوست بستخدم الاكشوال كوست. السكادول فاريانس بتساوي ايرنت فاليو على ناقص البلاند فاليو، سي بي اي بتساوي الايرنت فاليو على البلاند فاليو. نفس الكلام في الجنب التاني بالنسبه للكوست، بس هستخدم الاكشوال كوست وهكذا. ده ملخص للكالكوليشن او الكالكوليشن بتاعه الفاريانس اناليسيس. الترند اناليسيس انا دايما عندي مسار كده بزلاين على مدار المشروع، هل مصاريفي عدت ولا ما عدتش. وفي دايما كده بيبقى فوركاست تنبؤ، لو انا مشيت بنفس الاداء ده او نفس البرفورمانس ده هوصل لاخر مشروع كسبان ولا خسران، دفعت فلوس زياده اكتر من بودجت ولا مظبوط. تمام كده؟ تمام. ترند اناليسيس اكزامن بروجكت بيرفورمانس اوفر تايم ديتيرمين اف بيرفورمانس از امبروفد اور ديتوريت، بتاكد ان المشروع بتاعي ماشي بيرفورمانس بتاعه كويس ولا متاخر. احد الحاجات اللي بيوفرها لي ترند اناليسيس الفوركاستنج، التنبؤ، ان انا هتنبأ المشروع في نهايته هيبقى كسبان ولا خسران. في مصطلح اسمه بادجت ات كومبليشن، تمام، البادجت عند النهايه، ده اللي انا برصده للمشروع. وفي مصطلح اسمه الاستيميت ات كومبليشن، الاستيميت اللي انا بستنتجه لنهايه المشروع هيبقى كام. طيب الفوركاستنج ديفلوب فوركاست فور ذا استيميت ات كومبليشن، بعمل تنبؤ الاستيميت ات كومبليشن ده. ذات مي ديفر فروم ذا بادجت ات كومبليشن، اللي ممكن يتغير عن البادجت ات كومبليشن اللي هو البادجت الاساسي للمشروع. بيزد اون ذا بروجكت بيرفورمانس، تبقى للبرفورمانس بتاع المشروع. يعني لو انا شغال مشروع بتاعي اندر بادجت، يبقى انا في الاخر هلاقي ان البادجت ات كومبليشن اكبر من الاستيميت ات كومبليشن، ولو انا اوفر بادجت هلاقي ان الاستيميت ات كومبليشن اكبر من البادجت ات كومبليشن. يعني كده عديت الليمت بتاعي. تمام. انا بس عايزين نحفظ حاجه، ان البادجت ات كومبليشن ده القيمة الثابتة للمشروع، البادجت بتاع المشروع أصلي. تمام؟ ما بتغيرش. اللي بيتغير الاستيميت ات كومبليشن، يا إما بيبقى أكبر يا إما بيبقى أصغر أو بيسال. The most common estimate and completion forecasting approach is manual bottom-up submission by the project manager and project team. The most common technique للestimate and completion إن أنا بجيب الأكشوال كوست واجمع عليها الاستيميت لباقي الاعمال. تمام؟ تمام. عندي اربع حالات للاستيميت كومبليشن، يا اما مانوال من خلال البروجكت مانجر والتيم ممبرز، ان انا بجيب الاستيميت كومبليشن المتوقع المشروع ده هيتكلف كام في النهايه بيساوي الاكشوال كوست اللي انا صرفته بالفعل زائد بوتوم اب استيميت تو كومبليشن، واجمع الاستيميت تو كومبليشن باقي الاعمال لحد ما تخلص. يعني انا خلصت 50% من المشروع، صرفت في ال 50% دول 100,000 جنيه. تمام؟ تمام. فاضل لي 50% تاني اعمال، ابدا اعمل استيميت للاعمال دي اشوف هتتكلف قد ايه واجمعها على ال على 50% على الاكشوال اللي انا صرفته. تمام؟ ده هيديني الاستيميت كومبليشن، صح؟ تمام. وده اوقعه. وده الموست كومن. تمام؟ تمام. طيب في عندي اساليب تانية من خلال الان فاليو اناليسيس، في عندي باستخدام البادجت ريت. يبقى الاستيم ات كومبليشن الاستيم لنهايه المشروع، الحته بس اللي فاضله من دلوقتي لنهايه المشروع بتساوي ايه؟ بتساوي المشروع كله اللي هو البادجت ات كومبليشن، المشروع كله البادجت كله ناقص الايرنت فاليو، ناقص اللي انا خدته. صح كده؟ يبقى دي فاضل الحته بس اللي فوق. تمام؟ اجمعها على الاكشوال كوست. يديني الاستيميت ات كومبليشن. يبقى الاستيميت ات كومبليشن بتساوي الاكشوال كوست زائد البادجت ات كومبليشن ناقص الايرنت فاليو. تمام؟ اللي هي الاستيميت تو كومبليشن. او الاستيميت
عشان مش عايز تلخبطي. في عندي معادله اساسيه الاستيميت ات كومبليشن، الناتج النهائي لمصروفات المشروع بتساوي الاكشوال كوست اللي انا صرفته بالفعل زائد الاستيميت تو كومبليشن، الاستيميت اللي انا هخلصه الجزء اللي فاضل لسه ما خلص. بالظبط كده، دي المعادله الثابته استخدمناها في المانوال بالبوتوم اب استيميشن. تمام، اكشوال كوست، وجبنا الاستيميت تو كومبليشن بوتوم اب، جمعنا الاكتيفيتي. تمام، ممكن بدل ما نجمع الاكتيفيتي نطرح قيمتين من بعض اللي هو نستخدم عند بادجت 3. البادجت 3 ان هو يبقى عباره عن ايه؟ البادجت كله ناقص الجزء اللي انا اخدته، فتبقى الحته اللي هي ايه؟ استيميت تو كومبليشن، واضيف على اكشوال كوست يديني الايرنت الاستيميت ات كومبليشن. صح كده؟ تمام. طيب ده عند البادجت 3. طيب لو انا باستخدام الكوست بيرفورمر اندكس، انا مصاري على المشروع في تاخر، فما اقدرش احسب الايرنت فاليو على انها ثابته. تمام، فبقسم قيمه الاستيميت كومبليشن دي على البرفورمانس بتاعي. يعني انا فاضل لي في المشروع 50,000 جنيه، بس انا بطريقتي دي وبمصاريفي دي انا بصرف 1.25 او 1.5، يبقى ال 50 دي تبقى 75,000 جنيه. تمام، تمام، يبقى اقسم على 50%. تمام، لا سوري عفوا، اقسم على 75%، وبالتالي هيضاعف الاستيميت كومبليشن لكام؟ مره ونص. لان انا اوريدي البرفورمانس بتاعي مش كويس ككوست. تمام كده؟ تمام، واضحه ولا فيها مشكله؟ لا واضحه. وهعوض بالاستيميت كومبليشن دي زائد الاكشوال كوست برضه. تمام، هيديني في النهايه لما هخصف في المعادلات، انت لو عوضتي البادجت كومبليشن ناقص الايرنت فاليو على السي بي اي زائد الاكشوال كوست، هيديك في نهايه المعادلات البادجت كومبليشن على السي بي اي. تمام، تمام، لان انا عندي البرفورمانس الكوست هو ده الاساس اللي انا بحسب على اساسه. لو انا اخذت السي بي اي والاس بي اي في الاعتبار، يعني انا عندي مصاريفي ماشيه بشكل زياده شويه، معايا مستشارين كتير، في مصاريف نقل كتير، انتقالات كتير، سفر كتير، كل ده مأثر معايا في الكوست برفورمانس اندكس، زائد السكادول برفورمانس اندكس كان وحش، ان انا السكادول بتاعي متاخر كمان عن السكادول، متاخر على الطبيعي. تمام، فبياخد معايا في الاعتبار. فبدل ما بقسم على الكوست برفورمانس اندكس بس، لا بقسم على الكوست مضروب في السكادول، في السكادول برفورمانس اندكس. تمام، يبقى ناتج الاثنين مضروبين في بعض في المقام تحت، تحت الاستيميت تو كومبليشن، ده بيحدد لي ان الاستيميت اللي فاضل طبقا للبرفورمانس بتاعي في السكادول الكوست هيبقى قد ايه، اجمعه على الاكشوال كوست، كوست يديني الاستيميت ات كومبليشن، اطرح الاستيميت ات كومبليشن من البادجت ات كومبليشن، يجيب الفاريانس ات كومبليشن. الريزيرف اناليسيس، احنا قلنا ان احنا في ريزيرف دايما بعينه عشان الاسرتيفيتي. During cost control, reserve analysis is used to monitor the status of contingency and management reserve for the project to determine if these reserves are still needed or if additional reserves need to be requested. لازم نعمل reserve analysis كل شوية. Reserve analysis ده يعني ايه؟ يعني بشوف الريسك اللي عندي فعلا الريزيرف ده هقدر اغطيها ولا لا. لو قادر اغطيها اوكي خير وبركة، لو مش قادر يبقى اعمل ايه؟ بطلب ريزيرفز وموارد جديده. أيوة. عشان اقدر اغطي كل الاكتيفيتي من المشروع. تمام. تو كومبليت برفورمانس اندكس، احنا قاعدين نحسب في البرفورمانس بتاع الماضي. تمام، ده البرفورمانس اللي فاضل، للجزء اللي فاضل، الجزء اللي باقي. تمام، عشان اكمل باقي الاعمال اللي بقى، عشان اكمل باقي الاعمال اللي بقى. It measures the cost performance in terms of value of remaining work over the remaining fund. بشوف قيمة الأعمال اللي فاضلة بالنسبة لقيمة الموارد اللي فاضلة. أنا فاضل لي أعمال ب 50,000 جنيه وفاضل لي فلوس 20,000 جنيه. طبعا هكملها إزاي؟ هكملها إزاي؟ يبقى two complete performance index هيبقى إيه؟ أقل من الواحد. two complete performance index بتساوي
الاستيميت تو كومبليشن الاعمال اللي فاضله. تمام تمام. على البادجت ات كومبليشن ناقص الاكشوال كوست، لان دي الفلوس اللي فاضله. البادجت كلي ناقص اللي دفع بالفعل، يبقى التي سي بي اي التو كومبليت بيرفورمانس اندكس بتساوي اسم التو كومبليشن الاعمال اللي هتفضله على الفلوس اللي فاضله اللي هو البادجت ناقص الاكشوال كوست. هنصفي المعادله، هتساوي البادجت ات كومبليشن ناقص الانت فاليو على اعتبار الاي تي سي اللي هو الاسم التو كومبليشن ات كومبليشن ناقص الانت فاليو. تمام. على البادجت ات كومبليشن ناقص الاكشوال كوست زي الاكشوال كوست. طيب اوقات البادجت ات كومبليشن ما بيبقاش فيابل خلاص، ما بقاش ذو قيمه، بكون حاسس ان انا في السكادول بتاعي او في البرفورمانس بتاعي احد عنه قوي، تمام، فبقاش له لازمه، فبستخدم مكانه الاستيميت ات كومبليشن. تمام، بس بستخدمه في الموارد اللي فاضله بس، ما بقدرش استخدمه في الاعمال، بستخدمه في الموارد اللي فاضله بس، لان الاعمال بتحسب والان فيو بتحسب على البادجت، ما بتحسبش على الاسم. تمام، عشان بس النقطه دي تبقى تمام مهمه يعني. يبقى التو كومبليت بيرفورمانس اندكس بالنسبه الى الاسم ات كومبليشن، لما يكون البادجت كومبليشن ما بقاش له لازم خلاص، بتساوي الاسم التو كومبليشن على الاسم ات كومبليشن ناقص الاكشوال كوست. الاكشوال كوست. تمام تمام. الاسم التو كومبليشن هتفضل قيمتها زي ما هي لانها مرتبطه بالارنت فاليو. تمام، اللي البادجت ناقص الارنت فاليو. تمام تمام تمام. البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم ده عباره عن السوفت وير اللي ممكن ادخل قيم البلاند والارنز والاكشوال كوست، وده يحسب لي الارنز فاليو، تحسب لي القيم اللي انا حسبتها، اه ويعمل فوركاست والترند وكل الحسابات اللي انا حسبتها. اوكي، خلصنا التو تكنيكس، نبدا في الاوتبوتس الورك بيرفورمانس انفورميشن. طبعا عمليه الكنترول في الغالب سواء كوست ولا سكادول بتبقى في الاخر فيها انفورميشن على البرفورمانس، اداء المشروع ايه، الانت فاليو ايه. تمام، تو كومبليت بيرفورمانس اندكس اللي انا هكمله هكمله ازاي، هل انا سابق هل انا متاخر وهكذا. تمام. الكوست في كوست طبعا تنبؤ المشروع هيخلص والفارنس هيبقى قد ايه وامتى. تمام، اذا كالكوليتد استيميت ات كومبليشن فاليو اور بوتوم اب استيميت ات كومبليشن فاليو از كوميتد اند كوميونيكيتد تو ستيك هولدر، بعمل الاستيميت ات كومبليشن وارفع الكلام دوت للكي ستيك هولدر. تشينج ريكويست، عملت الكنترول لو انا خدت اي بريفنتيف اكشن اي كوركتيف اكشن عشان اعدل مشكله معينه او لقيت مشكله معينه عايز اعدلها، بحتاج اغير الكلام دوت في الكوست سلايد، فمحتاج تشينج ريكويست عشان اغير سواء كان سكيدول او كوست. كوست البروجكت مانجمنت بلان ابديتس، اكيد ممكن الاقي ميثودولوجي جديده او تول تكنيكس جديده ما كانتش موجوده في الكوست مانجمنت بلان، اختار اضيفها واعمل لها ابديت. كوست بيزلاين ممكن يتغير من خلال تشينج ريكويست، لو انا لقيت في حيود وهحتاج اعمل بريفنتيف او كوركتيف او حطيت مانجمنت ريزيرف واستخدمته فمحتاج اضيف دوت في الكوست بيزلاين. البرفورمانس مانجمنت بيزلاين ممكن يتغير لانه عباره عن كومبينيشن ما بين الكوست والسكادول والسكوب، ممكن يتغير معايا تبقى لتغيير الكوست بسلايد. البروجكت دوكمنت ابديتس، الاسامبشن لوج لو ظهرت لاي اسامبشن جديده بضيفها، البيس اوف استيميت لو في اسس جديده او تولز جديده استخدمتها في الاستيميت وانا بعمل كنترول بضيفها في البيس اوف استيميت بتاعت البادجت بتاعي. الكوست استيميت نفس الكلام، ممكن الكوست استيميت يتغير معايا تاني الاكتيفيتي كنترول كوست او تعديلات حصلت من خلال بريفنتيف او كوريكتيف اكشن. لسن انا اي مثلا انا بتطرا على المشروع بسجلها. الريسك ريجستر لو في اي ريسك ظهر جديده بترفعها على الريسك ريجستر. وكده خلصت الكنترول كوست. لو في اسئله اكون سعيد بالتواصل معاكم. شكرا جزيلا، احب اشكر رايا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.